يستضيف متحف ناشيونال جيوغرافيك يوم الجمعة معرضاً جديداً في ذكرى مرور 100 عام على حادثة غرق سفينة التايتانيك. المعرض يتضمن الصور الأولى لحطام السفينة التي التقطت عام 1985 من قبل مستكشف من ناشيونال جيوغرافيك، إضافة إلى مشاهد أحدث صورها المخرج جيمس كاميرون. إنها مأساة تؤثر بكل الناس، أشبهها بمسرحية تراجيدية لشيكسبير لأنها كانت سفينة جميلة، كان من المفترض أن تكون غير قابلة للغرق، وكان على متنها مشاهير وأغنياء، لذلك حظينا بتغطية إعلامية كبيرة في تلك الفترة. 100 عام مرت على حادثة غرق سفينة تايتانيك، ولكن يبدو أن السنوات الطويلة لم ولن تنسي الناس أجمع مأساوية هذه الحادثة مهما مر عليها من زمن.